يقعد. هنبدأ دلوقتي ان انا بقى هنحله ونبدأ نمشي بيه كده، عشان هي دي بالنسبة له بقى الحاجة الغريبة. يعني انا كنت بنمشي بيه من غير ليش، تمام؟ وطبعا الناس اللي بتقول يا كابتن ابو نور الليش او مش ليش او حاجة او اوف ليش او حاجة زي كده، زي ما انتوا شفتوا قبل كده لو انتوا تابعتوا الحلقات اللي انا كنت بنزلها له كنت بمشيه اوف ليش، يعني كان من غير ليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا الناس اللي سألت يا جماعة في الحلقات بتاعتنا اللي فاتت عن غبش، غبش اللي هو الكلب المالينو ابن ميلو، كنا شغالين معاه تدريبات، بننزل كده حلقات ليه بسيطة كل يومين كل ثلاثة بننزل حلقة. طبعا غبش اهو احنا شفناه دلوقتي في حلقة، بس النهاردة غيرت حاجة كده ان انا نقلت غبش لعنبر التدريب، يعني دخلته معايا في وسط كلاب التدريب بنشتغل عليه. نشتغل عليه قائمة التدريب اللي هي العادية اللي هي الأساسية، تمام؟ وبعد كده هنبدأ ان انا نشتغل عليه الزيادات بقى اللي هي الحاجات اللي بعد كده، ودي هنعرفها لكم بعد كده. زي ما شفنا كان بسم الله ما شاء الله في التدريبات بتاعته برضو وصل له نقطة حاجات زي كده، اقعد سلم الحاجات دي، تمام؟ لكن في الفترة الأخيرة حصل ان انا اهملته، يعني سبته سهيت عليه بسبب ضغط الشغل. فالحاجة الوحيدة اللي تخليني ما انساش عليه ان انا ندخله معايا في التدريب، لان بيطلع من ضمن قائمة الكلاب اللي بتطلع كل يوم عشان التدريب بتاعها. دلوقتي هنبدأ اول كورس معاه، تمام؟ طبعا هو مستغرب لان مش موضوعه ده، لان موضوعه في الاساس كان في البوكس اللي هناك، وبنطلعه بالليل نقعد ناكله شوية ونلعب معاه شوية ونديله شوية اوامر والحاجات دي. بس دلوقتي هنبدأ نشتغل معاه بقى اللي هو البند الاساسي، البند الاساسي اللي هي قائمة التدريب بتاعته اللي هي ست داون الحاجات دي كلها، تمام؟ وبعد كده نبدأ نخش معاه في الزيادات اللي هي الجامبو والنطو والكلام ده كله زي ميلو بالظبط كده بإذن الله. هنشتغل معاه تدريب دلوقتي، وتابعوا معانا كده نشوف غبش. غبش تعال كم. طبعا هو كان متعود على البوكس، تمام؟ بنفتح له البوكس، اول ما بنفتح له بيطلع يجري بسرعه. يلا كم جود، كم جود، تعال تعال يلا. ها تعال جود 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 ست جود هند نو هب 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 هند جود. في حاجات بقى هو مقتطفها كده صغيره في الايام اللي احنا اشتغلنا معاه اللي فاتت. هند جود كباش كم كم جود جود كم جود اب داون اب جود داون جود نو داون داو جود. هنبدا دلوقتي ان انا بقى هنحله ونبدا نمشي بيه كده، عشان هي دي بالنسبه له بقى الحاجه الغريبه. يعني انا كنت بنمشي بيه من غير ليش، تمام؟ وطبعا الناس اللي بتقول يا كابتن ابو نور الليش او مش ليش او حاجه او اوف ليش او حاجه زي كده، زي ما انتوا شفتوا قبل كده لو انتوا تابعتوا الحلقات اللي انا كنت بنزلها له كنت بمشيه اوف ليش، يعني كان من غير ليش. بس انا عايز نمشي بيه بليش، ليه؟ عشان التحكم يكون افضل، تمام؟ في الكلب بعد كده لما نوصل للمرحله اللي انا عايزها بعد كده بنفك الليش تاني وبيبقى اوف ليش تاني. هنبدا دلوقتي اهو، لان اول ما جيت نشتغل معاه لقيته ان هو لما نيجي نركب ليش ونمشي بيه بيبقى متضايق ومش حابب كده. لا احنا مش حابين كده، احنا حابين الكلب يتعود على كل حاجه سواء بليش سواء من غير ليش، يبدا يمشي معاك في الشارع. يلا يلا غبش 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 جود 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 غبش ست ست جود. طبعا شايفين هو متضرر متضايق مش عاجبه الموضوع مش عاجبه الموقف، شايفين عايز ينزل تحت. لو سبت شويه اهو كافي وشه تحت. الحاجات دي لسه هنظبطها له طبعا في فتره التدريب اللي معانا، تمام؟ هنبدا اهو نمشي تاني. يلا غبش غبش برافو 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 برافو
غباش. اقعد اقعد يلا اقعد. شاطي. شايفين يا جماعه وانا بندي الاكل بنبدا نرفع ايدي لفوق عشان ما يتطيش لتحت. لا اقعد. شايفين هو متعود ان كان ياخد الاكل ويتحرك زي ما انا عايز. تمام. انا لو سبت دلوقتي من غير ليش هيمشي معايا، هيروح ويجي معايا وهيتحرك معايا طبيعي خالص، بس مش عايز نعوده على كده، عايز نعوده ان الكلب يبقى لابس ليش يتحرك معايا ويبقى متعود على الليش اللي في رقبته. غباش يلا اقعد. شايفين هو موطي ازاي؟ هنبدا نعوده ان دماغه تبقى مرفوعه، يبقى قاعد قاعده كامله. خد خد. شاطي. نرفع راسه لفوق وانا بناكل كده. تمام برافو. شايفين لو سبت الليش هيبدا ان هو اهو. برافو برافو. شايفين اديني كده سبت الليش. غبش 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 غبش. خد يلا يلا خد. شاطي شاطي شاطي. برافو. خد يلا. غبش غبش. شاطر. طبعا هو استغرابه من الليش هو اللي بيخليه تاطي لتحت، فاحنا مش عايزين كده. غبش غبش. يلا خد خد. شايفين لازم نرفع دماغه عشان ما ياخدش من تحت، ما ينفعش ننزل له بايدي تحت ونأكل. الناس اللي هتقول يا كابتن ابو نور انت بتشتغل بايه او بتاكل ايه الكلب؟ تمام، عشان برضه دي تبقى حاجه بسيطه معاك. طبعا اغلب الكلاب عندنا هنا بتحب الاكل الني، يعني بيفضل الاكل الني بيكون افضل حاجه بالنسبه له. اللي مشتغل بقطع شاورما اهي، لو الكاميرا تقرب، دي قطع شاورما، دي قطع شاورما صغيره اهي. تمام، مكان الخلية والحاجات دي تبقى قطع شاورما صغيره بنحتفظ بيها في الفريزر وبنطلعها نفكها ونشتغل بيها اهي. طبعا بتبقى لازم تكون صبحه وتكون طازه عشان يكون طعمها كويس في بق الكلب. تمام، بنجوع، بنكون مجوع الكلب قبليها بيوم مثلا، يعني بنجوع الكلب يوم ما ياكلش، نبدا بعد كده نشتغل معاه بالحاجات دي. تمام، طبعا قطع الشاورما بتكون خفيفه على الكلب وبتكون سهله الهضم، بياكلها بسرعه. غباش تعال. شاطر شاطر. اقعد 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 اقعد. يلا اقعد اقعد. شاطي. سلق. شايفين هو كده بقى سلق. لا لا سلق سلق. لا سلق سلق سلق. مفيش الا لما تسلق. ايوه كده، خدنا بالنا كده. تعالوا بقى ما نحطش اكل في ايدي خلاص. تمام، بصوا سلق. شاطي. يلا سلق سلق. ها سلم. يلا يلا سلق
سلم سلم برافو. يلا ها سلم 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 يلا ها شاطر. خدنا بالنا كده يا جماعه كده مفيش اكل في ايدي اساسا خالص. طبعا مع التكرار تمام بيبدا الكلب توصل له المعلومه. مشكله الكلب ده معايا في الانتباه ان هو يمشي جنبي، مع ان من غير ليش بيمشي جنبي احسن من المشي بالليش. يلا بينا دلوقتي نمشي. يلا يلا غبش شاطر. شايفين هنا لو لاحظنا ان هو بيشد بيبدا طبعا الانتباه، هنجيبه بالخناقه بالراحه كده. يلا يلا غبش تعالى ها برافو. نزول دماغ الكلب لازم نرفعها لفوق. تعال يلا خد. شايفين كده بدا ان هو يرفع دماغه، شايفين اهو. يلا تعال ها يلا خد 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 غبش غبش شاطر. طبعا هو مستغرب من عمليه الشد دي. تمام يلا. طبعا بكده يا جماعه مع التكرار مع غبش باذن الله هتشوفوه في حلقات تانية جميله خالص، وهنشوف ليه هنوصل بالمرحله جميله خالص، وانتوا هتتابعوا معانا وتشوفوا امر سلم امر اقعد امر الكلام ده كله. تمام باذن الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا وهتتابعوا معانا. وكده دي كانت قطعه بسيطه كده صغيره ازاي نعرف الكلب بتاعي يديني الامر تمام بطريقه بسيطه وطريقه سهله من غير اي عواقب من غير اي اضرار من غير الكلب ما يزعل. الحاجات دي كلها زي ما احنا شايفينه هو دلوقتي كافي وشه، لان الحاله ان هي مستغرب دي مستغرب اللي في رقبته دي. طبعا الاول كان بيلعب وبيجري وبتنطط ورافع دماغه فوق والحاجات دي كلها، بس لازم ان انا نعود الكلب على حاجه معينه يبدا يتعامل بيها. تحياتي ليكم يا جماعه وتحياتي لكل متابعينا، واحلى مساء عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happening.